هي السماعة قاعدة تسوي خش خش من أول. أسمع، إيش في أغاني حجازية زي كده؟ يعني أغاني هادة، أغاني حقتنا غير ال 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 السنة. في صجة. طب أفك السماعة خلاص تسمعوني. لو دخلنا ما حد نلبس السماعة. دوما ثانك يو. طب تبون نخش مع مين؟ مين فاتح؟ اسمع، في اغنية تعرفوا هذيك اللي يقول والليل يا قنبلة، هي والليل يا سنبلة، عرفتوا؟ بس انا اقول لها والليل يا قنبلة، هي والليل يا سنبلة. ما اعرفها، ماني حفظتها بدون غني. ما بغني، ما انت سمعين صوتي مسكين كأني ولد بالغ 7 مرات. حلقي طاح، حسدتوني، قولوا ما شاء الله 5 في وشكم. حلقي طاح، اقعد فردة فريدة كله منكم. استغفر الله، شو فردة فريدة. خلاص نغطيني نغطي، ما حد شايف. طيب لا تقولوا لي يا حلو اشتقنا والله. اشغل يا حلو اشتقنا، استنى. لمار كم عمرك؟ 18. يا مو بسم الله، ايش رايكم؟ والله انا وين عاجبني اللوك، بس هذه حسيتها انه زي لما تلبس واحد ولد صغير عقال في يوم العيد وكل شوية يطيح. انا حاسه اني حاطيح تلثمي. نحن ما نتلثم زي كذا، ما نتلثم. هذا هو لبسنا. هندي ذا، هندي في عينك، هندي. تعبت وانا اسوي في النهاية تقولوا هندي؟ انقهر. بس بالله مرة حلو هذا لبسنا، اللي هي المحرمة والمدورة، وتلبس معها كرتة زي كده. طيب وبس كده، هذا هو. وتلبس لول وزي كده. ثانك يو سعود، عرفت. س-
استنى ماما قاعد تكلمني. ماما انت في اللايف؟ الفكرة ماما تخليني افتح لايف الا ما هي تكون موجودة في اللايف. طبيعي ان شاء الله ماما موجودة في اللايف. حلو اشتقنا والله اشتقنا. يا كاد يا كمان يا اهل الادب والذوق وعشت وبقيت ومجمع يا احلى الطيبه والرقه والهرجه المكتبه الدقه ورب البيت وحشتوني من التاجر الى السكه اهل الاوان يا فل يا كاد يا كمان يا اهل الادب هادي بروفا يا جماعة. ايش بكم؟ هادي بروفا عشان يوم التأسيس اندر بيلو. خلاص قررت. احس حيطيح. وليد ثانك يو. سميها غنيها بصوتك ان شاء الله. بس دحين عشان مره مزكمه مره مره مزكمه. احس هذي لازم احط لها دبوس تاني. حط هنا واحد بس لازم احط واحد كده عادي. غني والله مره مزكمه. هذا حقنا زي الحجازي صحيح حقنا. استنوا هذا أحسن شيء. انت حجازية؟ ايوه من جدة. لا مو حجازي يا جماعة. حجازي ايش بكم؟ من فين؟ شفتوا الاماكن اللي تبيع ملابس الغمرة؟ الناس اللي يسووا غمرات وزي كده هناك هتلاقوا كل البلدان. يعني انا لما رايحه الكنيسه استغفر الله مره ضحك
فيكم تروح الكنيسة تعرفوا دنان؟ دنان زي كده لما يكون أحطه على الأسود دوك وكان يقعد زي كده. استغفر الله. ممكن تغني مرة مزكي مو انت سامعين صوتي؟ المرة نحط نقطة حمراء. لا ما احنا هنود نحن. بقول لكم هدول ناس استغفر الله يا ربي. هذا كده احس اني قاعدة على الرهبة لمار. تعرف كيف يكون رهبة زي كده؟ امسح. والله اللبس كثير تحسه قطع كثيرة. كثير اشياء. اهلا. ما عندي غير هرجة اللد واللبنية والمعمول والغريب. ايش هذا جمال؟ انتو جميلين ستاتا. ايوه نحن نقول للاخت الكبيرة او زي كده نقول لها ستاتا. ما اخذت الفيتامينز حقتي اليوم. يلا نبقى الساعات. طب يلا مين فاتح تبوني اخش معه؟ ترى ما احب احط ميك اب بس اليوم حطيت عيني عشان اتصور. ولا انتوا عارفين يعني انا كل لايف اطلع بدون ميك اب بدون شيء. ثانك يو. ايش ترجعي؟ أنا من جد كم مرة أقول لكم السنة؟ أبغى ماي. إيش نوع الفيتامينز؟ هذا ملتي فيتامينز وهذا زنك. حضرمية؟ لا أنا سعودية من جدة. استنى خلينا نجيب موية. يا ربي أحس هادي حطيح. ايوه تلاقوها في صيدات محتاج وصفة. يلا ناخذ قصات. استنوا اخذ قصات بهذا اللبس ولا اغير؟ احسه ثقيل على قلبي. ما تنطاق يا حبيبتي. لو مو انا عجبتك اندري من لايفي. ما حد جابرك تقعدي في لايفي يعني فاهمه.
لا لا تغير. أغير ولا ما أغير؟ إيش تحسوا؟ أهلا سوات، إيش تحسوا؟